مشاهدينا بنحييكم بهذه التغطية المباشرة للحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان. هل سيفي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوعده للبنانيين بإيقاف هذه الحرب؟ وإذا فعلا توقفت هذه الحرب متى ووفق أي شروط؟ في الأثناء التصعيد الإسرائيلي مستمر، هيرتزي هاليفي رئيس الأركان يتحدث عن مرحلة جديدة وتوسيع العملية بالبر، كل ذلك يحصل على وقع أيضا تصاعد الضربات العسكرية الإسرائيلية على عدة مواقع، وآخرا اللي صار بالليل على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأحدى الضربات اللي كانت قريبة من أحد المدارج بمطار بيروت الدولي، وإن كانت لم تؤثر على عمل المطار كما أعلن الوزير حمية قبل شوي. كل هذه التفاصيل، المشهد السياسي المرتقب، التصريحات السياسية والتعليقات حولها، بصرنا أنه نناقشها مع ضيفنا سيمو أبو فاضل، ناشر موقع الكلمة أونلاين. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، تحية لك وتحية للمشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ سيمو. بدي بلش معك بطبيعة الحال من نتائج الانتخابات الأمريكية، بما أنه كلنا تابعنا هذه الانتخابات ونتائجها تنعكس أيضا على لبنان. على الصعيد الشخصي، فاجأك اكتساح دونالد ترامب اللي عمله؟ يعني كان في ترقب انه بده يكون ناجح على يعني على نقاط مش بهذا الحجم. ايه تفاجأت لانه سبقته كثير، يعني حملات، ملفات، شخصيته الاشكاليه اللي فيها اشكاليه، يعني ممكن يكون مثلا يكون كما بيقولوا يعني قساوته بالكلام يخسر عالم. انما هو عنده شقين، يعني اساسيين عنده تاريخه بانه بنجاح الاقتصاد، انه عندما كان رجل كان بالسلطه سابقا كان الوضع امبلويمنت افضل بالامريكا، ما كان في عطالة عن العمل، كان في وضع اقتصادي افضل. كمان هو طارح حاله انه رجل سلام، وانه هو سيدخل اموال يعني انه وينهي الحروب. يعني هذه من الشعارات الامريكي بيقبل فيها، عدا عن انه طبعا يعني فشل الديمقراطيين، هن ما فينا نقول فشل قدام نتنياهو، نتنياهو لا يرتد يعني، بس انما بس قدر استعمالها انه انا سانهي هذه المعركه اللي هي طويله وساذهب الى عمليه سلام. انا اللي فاجأني الفارق بالاصوات، نجاح كان مثل اي ممكن يكون ايه او لا، لا ما كنت متكهن انه ممكن انه او متوقع انه ينجح هو او غيره أو يعني المنافسة. أكيد ما فينا نعرف. لا أكيد متراقبة، يعني في ناس كانوا يحسموا أنه أنا لا. إيه بس هي مثل ما ذكرت يمكن الفارق بالأصوات والاكتساح، أنه هيدي بعتقد سابقة تاريخية، أنه أخذ مش بس 295 مقعد أو صوت بالمجمع الانتخابي، ولكن أيضا حصد مجلس الشيوخ، مجلس النواب، وفاز أيضا بعدد الأصوات الناخبة. يعني هيكون هو بالأساس يعني مزاجه صعب وحد ويسعى الى يعني الهجوم، يعني يوم كيف الحال اذا صاروا كانوا مؤيدين له، صحيح يعني حيكون بتحرك سريع. هلا هيدا التحرك في رهان عليه انه قد يكون ايجابي ببعض المحلات. حضرتك شو رأيك؟ أنا بتذكر كتير منيح بال 2020 وقتها كمان كانت الانتخابات بين دونالد ترامب وجو بايدن، كنا نقول بلبنان أنه نأمل أنه يوصل جو بايدن، نحن كنا بعز الأزمة الاقتصادية، وإذا بتذكر الانهيار اللي صاير كنا نقول أنه بركي بيوصل جو بايدن أخف علينا من إجراءات دونالد ترامب. اليوم صرنا عم نقول لا، منيح اللي اجى دونالد ترامب تيوقف هذه الحرب على لبنان. خليني اقول لك نقطه، انا كشخص كمراقب يعني انا كنت يعني اقول لا، لازم هو يكون موجود، لانه سياسه الديمقراطيين بالمنطقه من 2011 اوباما تساهلوا مع النظام السوري، يعني تساهلوا مع الايرانيين، لا انا كنت كمراقب انه افضل انه دونالد ترامب. بس الديمقراطيين يعني كانوا مايعين كثير مع ايران، يعني اليوم وصلوا لوقت انه بينوا هن انه دفعوا الثمن، وهيدا اللي خلى انه باخر مده يكونوا انه يحاولوا يلعبوا دور ما يقدروا، لانه عودوا ايران على هذا النوع من الكادر، من الغنج، من المسايره. هلا ايران قبل ما تبين هلا قديش انه مطوقه وازرعها يعني عم ينضربوا، كانت بشكل حاله رعب كانوا يخشوا منها، يعني بده يقصف مثلا كان نتنياهو عفوا كان بده يقصف مثلا اوباما
رئيس الاسد لانه ضرب كيماوي ب 2014 الايراني، قالوا له نحن مثلا بنوقف التعاطي والوساطه يعني بالموضوع بالملف النووي. لا، اوباما هو بالواقع بيئته النشأة اللي نشأ فيها نشأ ببيئة يعني شيعية، نعم، يعني لما كان محامي عنده هالتعاطف، يعني بنحكي واقع. هلا يعني وانا سمعتها من سنتين من سنوات بامريكا وقلتها وكتبتها، قال لي نشأته شيعية وتوجهه اذا بدي اقول هيك شوي اخوان انتي انظمة، يعني انه يعني عنده هالفكرين، يعني هيدا خلى الديمقراطيين يكونوا بحالة ضياع، لا ربحوا ايران وانه كمان ما ضمنوا الانظمه العربيه الحليفه لهم. نعم. ترامب جاي يقول انا بدي اعمل سلام، وهيدي النقطه اللي بدي اجاوبك عليها، انه ترامب وين في رهان انه ممكن يعمل عمل؟ هلا كل الناس بتنظر اليوم انه خاصه مؤمنه انه الفريقين هن مجموعات انه ضد الشعب الفلسطيني وضد الممانعه. بس في واقع هو قال انا عندي سنه وحده ما فيني اعمل اكثر منها. أنا هدفي الأساسي أعمل عملية سلام بالمنطقة، رغم أنه هو يعني أخذ قرار بموضوع الجولان، نقل السفارة إلى القدس، ومش بس هيك باع العقارات اللي هي بتل أبيب، لأنه يعني إذا بده يشتروا عندهم طريق طويل تما يرجعوا يردوا السفارة باع العقارات يعني الأصلية. هو قد يكون يعني صقر السلام، وهذا مش كلام يعني توصيفي او انه تعاطفي. ليش عم بقول انا بدي خلص العمليه؟ اليوم في منطقتين قائمين، في منطقه الدولتين وفي تصفير المشاكل. صحيح. هو حاطط هدف انه انا لاني رغم رفض نتنياهو موضوع الدولتين، بس شفنا من شيء 10 ايام مؤتمر عام بالسعوديه بيحكي عن التحضير للدولتين. صحيح. يعني في درافت بالخفة عم ينحكى عنها كيف سيتم حكم غزة. صحيح. والضفة، انه قوات عربية شرطة بعدين فلسطينية، هلا حيبقى امن داخلي، امن بالداخل اسرائيليين مثل ما قال هو بالكونغرس انه باليوم الثاني رح نخلي عالم. فاذا في مشروع للمنطقة تحت شعار انه تصفير المشاكل، وهذا الموضوع يتطلب رجلين اقوياء. في رجل قوي اللي هو ترامب اللي عم بيقول انا بدي اقدم عليه، وطبعا قادر هو هلا تنشوف وين بصير بالميدان وين بصير بالمعركه مع ايران. نعم. بالوقت هذا بيقدر هو ترامب بموقفه، وبيقدر كمان بالمقابل في بوجهه قائد قوي اسمه الامير محمد بن سلمان اللي هو يعني يقود المملكه العربيه السعوديه، وعم بقول كمان نحن بدنا نلاقي حل منسفر المشاكل للموضوع الفلسطينيين تحت شعار الدولتين، ونقدم انه مقابل انه السلام اللي بدها تحصل عليه اسرائيل اذا كان في عداله باقامه الدولتين للفلسطينيين سيكون في تطبيع، والتطبيع من جانب السعوديه بعد ما انه كانت اقدمت على الامارات، وبعد العلاقات بين قطر واسرائيل اللي هي معلقه ومجمده وفي ادوار يعني سياسيه. فاذا حركه الاقوياء يعني قد توصل إلى هذا الدور. يعني السعودي بقول أنا اليوم ما بدي خلي شعبي والمنطقة بجو حرب، إنه كلنا أبناء الله يعني من تحت شعار اللقاء الإبراهيمي. عم طول لك إياها تقليك لا بالعكس، لأنه هو بده يعني هذا الجانب العربي. فأصلا قوات تحتاجي تحكم تقعد بغزة، هلا كيف الأعمار كيف هذا موضوع تاني. هو ليش بقول لك أنا بده ينجح، يعني ممكن ينجح بايدن فيها، لأنه كمان قادر يضغط على إسرائيل، ونتنياهو سينجز كل ما عنده عمليات ضد هلأني باد جوبس، يعني ما بقول ديرتي جوبس، بده يعملها هلأني مع إيران تيوصل يوصل ترامب على العملية السلمية. خاصة أنه أي اللي هو نقطتين، أي أنا بدي أخلص الشرق الأوسط، يعني حط له سيبة أو تركيبة للسلام، بس ممكن لبنان يكون فيه بعملية السلام يحضر، بده يحضر كهذا المؤتمر لمرتكزاته. هو ما حصل بالسعودية من اجتماع ب 11-12-2023. فإذا إنما ترامب لأنه بيعتبر عنده ولاية وحدة، ولأنه هو عقيدته التجارية كبزنس مان أقوى، هو مثل ما بقولوا بده يرجع عمل تارجت هي الصين. واضح. بده يتجه نحو الصين، تطوير الصين اقتصاديا، روسيا بخفف من حجمها، بقول روسيا اقتصادها سنوي مش قد اسبانيا، عم نحكي كلام من حكا من هيدي الناحيه.
في هذا الرهان انه سمع رئيس بايدن من الرئيس الصيني بقمة كاليفورنيا عم بيقول له أنا بدنا نسترد تايوان بال 2025 سلما أول عسكريا. لا. هو فإذا اتجاهه غير محل بده يحط قصص. أتوقع أنا كمراقب أنه بين ترامب وبين غير نتنياهو قيادة غير نتنياهو وبين يعني وبين انه مبادره عربيه بقياده الامير محمد بن سلمان وحد منه قطر والامارات والبحرين بغطاء عربي ومصر يمكن يكون في تقدم ويكون في هذا الرهان. ممتاز. هيدا هو هيدا اللي هي الرهان اللي عم يعني ممكن واحد يشوفه. اوكي، رسمت الصوره الكبيره، بدنا نفوت بتفاصيلها السيسيمو. بلشت لي من غزه وفلسطين وحل الدولتين وصولا الى التطبيع مع السعوديه اللي هيدا بيعطي دفع لاكثر من دوله لا تزال حتى الان تتردد بمساله التطبيع مع اسرائيل وصولا الى السلام بالمنطقه. بس اذا بدي بلش معك من الاساس اللي هو حل الدولتين، غير رفض نتنياهو لحل الدولتين، خلينا نقول انه تخطينا هذا الرفض، اي جغرافيا عن شو عم نحكي؟ المستوطنات وين؟ اي جغرافيا لحل الدولتين اللي رح يقبلوا فيه الفلسطينيين ولا كمان بطل في راي للفلسطينيين؟ وكيف بدنا نعمل حل الدولتين ومن كم اسبوع حمل خريطه دونالد ترامب واعتبر انه هيدي الجغرافيا صغيره على اسرائيل؟ مش في شوية تناقض بالمواقف الأمريكية؟ عم تحكي هو كلام صحيح ودقيق، لأنه المستوطنات كانوا واضحة أيام أوسلو 70-80 ألف بالضفة الغربية، صاروا اليوم 800 ألف. صحيح. وبغزة كمان عم يتناموا الفلسطينيين، إنما لا حل يعني إلا من خلال إنه الفلسطينيين بيكون عندهم حياتهم، بيكون عندهم حقهم السياسي، بيكون حقهم بالتعبير الديمقراطي، سلطتهم المحلية الداخلية. إنما بعد التجربة الإسلامية بالمعركة اللي انعملت، يعني بعد ما كان السنوار اللي هو بخلفية دينية أقدم على المعركة وقال نحن أنه عدا عن أنه نريد أنه نظهر الأسرى، قال كمان هو مثلا ضرب التطبيع هون، يعني عملية انتقام بقبل باط إيرانية من السعودية بعد ما شافوا انبنى موضوع أنه طريق هذا المشروع انعمل بالصين الطريق الأوروبية عم ينحكى عن مشاريع بالمنطقة. هيدا الموضوع يعني لن يسمح بعد اليوم بين اللي عمله الإسلامي يعني الإخوانجي بهالمعنى هيدا وما أقدم عليه حزب الله بثمان الشهر كحزب شيعي أنه الطريق القدس وانتظار المهدي. يعني الأفكار الدينية، المعركة هي دينية، خلت تكون في كل القوى بالمنطقة وكل العالم كله مؤيد إسرائيل انه نحن بدنا نروح على على بناء دوله جديده يكون فيها المواطن، يعني انه نبعد نبعده عن المشاكل من باب يعني ما ستكون قائمه عليه الدوله. يعني ابو عمار وقف يقول من زمان القضيه الفلسطينيه قضيه اسلاميه وصار يحكي بشموليه وبمنطق علماني. اليوم معك عم تسالي سؤال مهم، بس رح يكون فلسطيني موجود بياكل وبيشرب وبينام وعنده حياته السياسيه والتجاريه، انما بمرحله اولى يمكن جنراسيون واحدة او اثنين، لانه في ناس في اجيال طالعه وما يطلع على اولاد واهل، يعني في عمليه بيكون في قوات عربيه وخليجيه وبالداخل في شرطه. نعم. انما خلص صارت محسومه، لا موضوع للمزح انه الجيش الاسرائيلي هو يعني الحامي، بس لا يتدخل بالداخل. يعني كيف مثلا انه كيف اعتبروا، عم اعطي مثل، انه قوات الردع العربيه اول ما اجت على لبنان مش ما بعد بقيه قوى سوريه، انه اليوم انه هودي لانه يصير في هدوء. فهيدا المخطط الموجود مش انا رسمه، هذا المرسوم كافضل خيار انه اليوم تضخ مساعدات واموال. السعوديه يقول الامير محمد بن سلمان مثل ما نقل عنه وقت اجتمع بالوفود الفلسطينيه قبل ما يحكي بالتطبيع انه يسوى فلسطيني ما يسوى شعبي وابناء ملتي، يعني انه انا ساساعدهم ونقدم لهم. الامارات قادره انه تقدم، عندها ممكن تعمل موانئ الى جانب غزه، قطر عندها استثمارات غاز، يعني عمليه انه انعاش الشعب اقتصاديا، اعطائه حقه بالحياه وبيعمل انتخابات. وانما في هجاج اللي اعتبر انه الدوله اليهوديه مهدده من المهدويين
ومن الإخوانجيين، وهذا لن يصح بعد اليوم لوجود أي سلاح للإسلام العسكري. نعم. هذا الواقع. عم تسألي سؤال كتير مهم، بس لن يكون طبعا عندهم جيش، يكون عندهم شرطة، أمنهم الداخلي، عندهم قضاءهم. هذا يعني بالنسبة. عم نحكي عن مش دولة مش دولة، بطلنا عم نحكي بدولتين أساسية. يعني شو يعني إدارة ذاتية يمكن بدك بقعة جغرافية بيعيشوا عليها الفلسطينيين. دولة بمعنى إنه رح يكون عندها يمكن إنه يمكن حق التمثيل بالأمم المتحدة، بس إذا إنه دولة بمعنى إنه مثل فرنسا دولة أو أمريكا، لا، في الجيش الإسرائيلي رح يبقى موجود إلى يعني واضح عليها. واضح. طيب نحن اللي بهمنا بكل هيدا المشهد هو الانعكاس على لبنان. برسالته قبل ما يتم انتخابه وعد دونالد ترامب اللبنانيين بإيقاف هذه الحرب، ومستشاره أيضا طلع وقال أنه هو لن ينتظر حتى 20 كانون الثاني استلامه لهذا المنصب حتى يشتغل على الحل اللبناني، إنما من أول نهار ينتخب فيه رح يحط الحل على الطاولة. اليوم أي حل بده يعمله دونالد ترامب، خصوصا انه نتنياهو جدا مذهول بفوزه يعني، وبيعتبر انه هلا اطلقت يده بشكل اكبر. نتنياهو غير وزير الدفاع، وزير الامن السابق نهار الانتخابات، هو كان حاطط مخطط براسه وحكي عنه قدام ويليام بيرنز مدير المخابرات الامريكيه، انه انا اذا اجيت هاريس جمعتين ثلاثة بدي خلص مهمتي، بدي يضرب إيران، يعمل ضربته بالمنطقة. طبعا إذا أجا بايدن قايل له معك وقت لأنا أستلم، يعني فيك تلعب بالوقت. ترامب إذا أجا ترامب عفوا إذا أجا ترامب، فإذا يعني نتنياهو بدنا نتوقع منه بعد عملية كبيرة تجاه إيران، ولهذا السبب العسكر الأمريكي هيئة الأركان والسي آي إي هن اللي طلبوا انه استخدام طائرات بي 52 الى المنطقه. صحيح. لانه ممكن تكبر المعركه مع ايران، وايران انه يجب ضبطها تما تفلت الامور. بس بهذا الوقت اليوم المرشد عم بقول كمان نحن نثني على دور الممانعه بفلسطين ولبنان بغزه، وامبارح العمل من عمليات اطلاق صواريخ بعد انتخاب ترامب منه عفوي، هي رسالة إيرانية من خلال الساحة اللبنانية. واليوم العراقيين ضاربين مسيرة وصلت على إسرائيل. نعم. من العراق، مش العراقيين يعني الفصائل. فصائل نعم، تيقولوا كلمة أساسية هي أنه نحن ما خفنا إذا أجتهم. هلأ هون عندنا كباش، وهذا الكباش الأخطر عملها كل اللي صار قبل، يعني من دمار، من عمليات اغتيال، من عمليات عسكرية على مدى الإقليم. يعني نتنياهو راح يعمل بالنسبة له عملية تجاه إيران، ويزد طبج الديمقراطيين، ويخلي مثل ما بقولوا بدرجة لما بعدين ترامب، إذا قعدوا على الطاولة كلهم سوا يكون إيران ضعيفة، وبالتفاوض في نووي أو ما في نووي، كله هذا له علاقة بحجم الأزرة تبعها وقديش موجودة بالميدان. طيب. في تحليل تاني بيقول أنه إيران رح تستفيد هي الأخرى من هيدا الوقت الضائع، حضرتك هيك سميته، حتى تنصيب ترامب، وهي توجه ضربتها على إسرائيل. هني عم الإيرانيين بالواقع إذا قلت هيك أنه محرجين، البعض بيعتبر أنه بيحكي أنه عايش بيناتهم بتركيبة نظامهم، ما بقى فين يكونوا هالقد متساهلين كل مرة عم يضربوا بالداخل. يعني إلهم من سنة 79 بنيين هن عقيدة شعبهم، ويعاني اقتصاديا شعبهم، ويعني ويشكي من أزمة اجتماعية، وشفنا الثورات عندهم، إنه نتيجة ما يدفع لصالح إسرائيل والدفاع عن دفاع عن القضية الفلسطينية. اليوم عم ينضربوا، والضربات بينت انه الضربات الإسرائيل عملتها مؤخرا كانت كبيرة. يعني فإذا بده يرد الإيراني، ما بقى يقدر، لو كان بده يعني يرد يمكن بحجم مختلف عن السابق، يعني بس عم بقول أقل من السابق، بس يقال هالمرة النوعية مختلفة. انه هالمرة عم بقولوا انه الصواريخ اللي عنده إياها الإيراني واللي بيتميز فيها واللي عطى منها لروسيا واستعملتها ضد أوكرانيا، أنه هالمرة سيكون لها دور بالرد. هذه الصواريخ هي التي يعني ستعمل يعني دمار كبير. هون بدنا نتوقع الأمريكاني يعني شو ممكن يعمل، عنده قدرات، عنده يعني ما ننسى أنه الأمريكان اليوم تجيب طيارات بي 52 يحطها
أو غير طائرات بالدوحة بقطر يعني بقاعدة، أكيد مأملنا منظومة صاروخية مش بس تهدد وغير تهدد يعني. نعم. بمعنى يمكن في باتريوت يعني بمعنى في تطور. بس هون حضرتك عم تحكي عن الإدارة الديمقراطية بعد. لا عم يعني بحكي. بعدنا عم نحكي ما هي الإدارة الديمقراطية اللي بعدت يردوا. لا أنه هلأ أنه اليوم إذا الإيراني بده يضرب يعني أنه الأمريكي متحضر من أول ضربة من وقت ما اغتيل هو فؤاد شكر ومن ثم إسماعيل هنية، إجوا الأمريكيين رجعوا إلى المنطقة على قاعدة أنه منع إيران من الضربة. هالمرة عمول إنه كمان عندهم قناعة الأمريكان إنه بده تضرب أكثر من هيك، عمول جابوا الطيارات، عملك إنه جابوا هالطيارات وجابوا حماية، يعني عندهم حماية كبيرة بمفهومهم هن تسكروا على إيران. يعني إيه إنه عاملين حساب الأمريكا إنه إيران بده تقصف هالمرة قصف قد يكون مختلف، ربما كمان تقول أنا مش خايفة لأنه مع ترامب يعني اليوم بدهم يفوتوا على طاولة حوار، بدهم يقعدوا على طاولة حوار هن والسعودي والمصري والإماراتي واللبناني رح يكون موجود والسوري، ما بعرف كيف بده يكون وضعه في موضوع رسم المنطقة. فإذا اليوم كده واحد بده معهم هالشهرين قبل ما يستلم ترامب. ممتاز. بس أنا اللي كنت عم بسألك إنه كل هذه الحمايات لإسرائيل وصلت من قبل إدارة بايدن قبل الانتخابات. بعد الانتخابات وبعد النتيجة طلعت يدعوت أحرونوت مبارح تتقول بتحليل بناء على مصادر أنه من الممكن أنه إدارة بايدن بهذا الوقت أن تصفي حساباتها مع نتنياهو لأنها تعتبر أنه هو السبب الأساسي بخسارتها هذه الانتخابات. معك حق، أنا ما قريته هالموضوع، بس أنه هن محملين المسؤولية أنه جزء من عدم التصويت لهم للديمقراطيين وهارس، أنه وبدين العرب والمسلمين والشيعة اللبنانيين أنه أنت كنت متخاذل. صحيح. بس السؤال يعني مين يستطيع يعني من يتجرأ على يعني تطويق نتنياهو ضربه وبعد منه جاي ترامب، يعني كيف بدهم يعملوا معه؟ يعني ما فيهم الا ما يدافعوا عن اسرائيل، هاي الفكره. ما هذا الاساسي يعني حتى حبوا ولا ما حبوا، ما هذا عم اقول له يعني انه كيف بدهم ينتقموا منه باي اتجاه؟ ما هو بلحظه التغيير مثل ما بقولوا ابع وزير الدفاع الامن اللي معتبره قريب منهم واللي بنسق معه، يعني بهذه اللحظه يعني ينتقموا منه ما بقى في وقت. يعني في معركة والمعركة بدي يعملها العسكر، يعني الدفاع بدي يعمله العسكر، بيترك إسرائيل تنضرب. أي مسؤول أمريكي اليوم في أول لمسؤول آخر أنه إذا عم تنضرب إسرائيل غض النظر مثلا، يعني هيدا ما في، ما بخلص مع اليهود، مع اللوبي اليهودي ما بخلص بالمنظومة الأمنية. فإذا الانتقام ما بعرف وين بيكون يعني، بس انه في ردة فعل تجاه نتنياهو. ممتاز. يعني الخلاصه نحن رايحين على مثل ما سميته حضرتك كباش هو الاخطر بين الفريقين من هلا تكين استلم دونالد ترامب تيرجعوا يقعدوا الكل على نفس الطاوله. ممكن يكون اسرع، يعني ممكن يكون سريع لان تنعمل معركه تيروق الوضع يبلش ينبعثوا المفاوضين. وهلا صايرين اليوم بلبنان كل الناس بيقربوا البولوس اللي هن بيقربوا لرئيس ترامب. نعم. انه كلهم بيقول لك انا بعرفه وانا لعب طاوله معه، يعني بمعنى انه ما بقى فينا صرنا حريصين بالكلام. انه طبعا اذا بده يبعث هو بعد قبل ما يوصل يعني ببلش ياسس الرئيس يبعث مفيدين له حق. نعم. اذا حميت المنطقه هالجمعتين ثلاثه وبده يبلشوا يحضروا، يعني بتكون انعملت المعركه، ببلشوا يحضروا الدخول يكون سريع. هذا اللي يعني عم ينحكى عنه. ممتاز. لبنان، وقف الحرب ونهاية هذه الحرب. نتنياهو ما بقى يؤمن بنظرية الأرض مقابل السلام اللي اعتمدت سابقا بإسرائيل، وأكثر من هيك قال صراحة يعني أنه نحن بس انسحبنا من جنوب لبنان إجوا مثل ما هو بيسميهم إرهابيو حزب الله وأخذوا مطرحنا. كيف يعني بده يصير وقف الحرب بيننا وبين إسرائيل؟ شو الدور اللي ممكن تعمله الولايات المتحدة بهذا المجال؟ عم نحكي عن 1701 ولا عم نحكي عن شروط أكبر من 1701؟ دور حزب الله بهذه المرحلة يعني شو عم ينرسم للبنان تحديدا؟ عم ينرسم تحضير لبنان ليكون مشارك بمؤتمر السلام، يكون له دور وممكن ينعمل ترتيبات أمنية واتفاقية سلام تتخطى طبعا مش تطبيع. لن يقبل الإسرائيلي أن يكون يعني لبنان تحت ترتيبات 1701، رغم يعني رغم أنه تعزيزه
لانه شفنا بالدرافت ومن خارجها بالمعطيات عم توصل حضرتك بتكون عرفت فيها في كثير شروط طبعا. ما حدا بيقدر يتحملها. لذلك اليوم انه في يعني في رئيس نبيه بري عم بفاوض، واكثر نقطه مهمه اليوم بدولها مع كل، انا بتطلع على رئيس بري كشخص هو بين مقاومة، عمر جنوب، أنعش الطائفة الشيعية، فوت إلى المؤسسات، علم أبناء حصتك تحت يعني عمل كل ما هو خير للطائفة الشيعية، وهو بين مقاومة فيه يحكي معهم. واليوم عم نشوف شو الشيعة للرئيس لا 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 توصلك لمحل، والشيعة اليوم ما يقولوا إنه هن يتامى بتخزين هالكلمة، أو يقولوا إنه هن مضطهدين. المسيحيين تحتول بالكلام توصلك هون، المسيحيين كان عماد ميشيل عون بالمنفى، كان الدكتور جعجع بالمعتقل، وكان رئيس جمايل بالمنفى وغير شخصيات، وبقيوا حالة اتعاب للسلطة، وكان السوري موجود هون. الشيعة اليوم امبارح شفنا السيد علي الأمين بالعراق، نعم، عندهم حليف لأنهم الرئيس محمد شياع السوداني، تقلك انه متكلين عندهم كتف، ايران ما بعرف شو حجمها، في صراع شيعي بين اثنين. بس انا عم اقول الرئيس بري انا مش غزل، لانه المسيحيين مدام حملون اتفاق 17 ايار وقالوا المسيحيين خونه، وانه بده يتعاطوا مع اسرائيل، مع انه كان الاسد شجعهم عليه وقت حفظ الاسد وكل القوى شجعتهم عليه، حملوا المسيحيين للرئيس امين جميل. ومن ثم اجي 17/1 اللي فاوض عليه طارق متري و سعد الحريري ورئيس حكومة السنيورة بوقتها، لا عم بقول، وكان حزب الله بده يخلص المعركة لأنه ما كان متوقع نتيجتها، ومن ثم قالوا السنة غدروا فينا. فليكن اليوم الحل يقدم علينا نبيه بري، فليتحمل رئيس بري القطب الشيعي التسوية لكي لا يدان أحد بالمستقبل ويقول أنه بيعوا الشيعة. أنا مش عم بغزة، أنا عم بقول ما حدا يقوله، لأنه من اليوم معتبرين هن عملوا حرب المشاغلة. اوكي هذا صدفت انا عندكم على بمحطتكم الكريمه، محطتكم الكريمه هي عندها لون وعندها خيار سياسي، المؤسسه او مسؤولين عنا كان كلام انه مش مع المشاغله طبعا، وكذلك غير قوى مسيحيه وغير قوى، فاذا حتى نص الشيعة بيقولوا ما كان لنا في المعركه، ليش تيقولوا بكره انه نبيعه تخزين بهالكلمه؟ فليكن الرئيس بري عم بقول انا هو يكون مسؤول عن هذا الموضوع، انا ما عم بتغزل فيه، عم بقول فاذا لانه الاتي كثير صعب، يعني الاتي 17 ايار جديد بدك الرئيس بري يمضي، الاتي اجراءات كبيره لن تكون شبيهه بال 17/1. ال 17/1 كان نعيم لحزب الله، وطبعا يتحركوا يعملوا فنادق، يرعبوا القوى الأمنية، يرعبوا القوى الدولية، يعني ما حدا يستجي يحكي معهم على مدى القيادات من إيد، ما بعرف إذا من أيام ميشيل سليمان، يعني حديدهم ما حدا بالجيش يعني كان يتجرأ يحكي معهم، وطبعا كانوا مغطين هن إنه بمعدل الجيش وشعب مقاومة. اليوم لن يكون في بالمستقبل مقاومة، انتهى الدور العسكري لحزب الله، الميدان ما بقى يراهنوا عليه، يمكن يقولوا هن الميدان، طب شو حاطين له حدود؟ بس عفوا حضرتك على شو مراهن تقول انه لن يكون هناك دور عسكري لحزب الله؟ الان المرشد الايراني يقول سيرى العالم بوضوح كيف سيهزم الكيان الصهيوني على يد حزب الله، والحزب يعتبر حرام على شبابنا، وحي ما بدي احلف، والله حرام. ليه؟ والله حرام. بأي معنى؟ منك شايف عندهم إنه عيال شباب في ناس مثقفين ومتعلمين، هودي شباب، ما عم نحكي شعر، وحياة ولادي بدي احلف، مش عاجبه ما يعجبه، الله يخليك، هودي شباب ما ذنبهم، هودي آمنوا، قالوا لهم أول شيء بسوريا إنه في جايين عليكم بدهم يسبوا نسائكم ويفوتوا على عهدكم سوري. هون قالوا لهم اسرائيل عدو، مزبوط اسرائيل عدوي ولا شك، اسرائيل عدوي وعدو كبير وكل اجرام هي تمثله، انما انا ما بلوم هول العالم لانه بيحكون ايديولوجيا ودينيا، والانسان بيتاثر، مقاتل ما ذنبه وارضهم عم تنضرب، حرام حكيم امبارح الشيخ نعيم قاسم اجرام بحق ابناء الطائفه الشيعيه وابناء حزب الله، خلص مخاطره، بيجي بيقولوا الميدان بيحكي، طب اي ميدان؟ انا قبل ما افوت هلقني
طيران عم بسمعوا فوق مني تبع طيران امكا صح، هن قايلين انه اذا طلعت طياره مش رح تلاقي مطار تغط. وين هن؟ وين هذا الكلام؟ وين قالوا دمار تل ابيب؟ وين قالوا دمار اسرائيل؟ هذا الكلام ايران سمعناه من قالوا من 15 سنه، انه اذا انضربت ايران سيتدمر اسرائيل من الجنوب اللبناني. انا مش هذا المعيار عندي، اذا سقط جندي اسرائيل او اثنين يسقطوا، ما هن بالنتيجه هيدي معك وهن اعداء، انما اليوم شو عملوا للبلد؟ هيجيك مستوا على البلد، بعدين بيقولوا الميدان، طيب الاسرائيلي اسرائيلي ب 82 قال انا بدي اوصل مثلا لبيروت شارون. اليوم اذا قال نتنياهو انا وقفت هون وعم يعمل ضربات دمار، طيب شو بيكون بالميدان؟ مين ربح مين خسر؟ هو ما قال بده يروح لمحل، انا عم بعمل منطقه عازله الي، عم بدمر ضياع وجع العالم، عم شوف العالم بيوتو كيف عم بتروح، كيف عم بروح تعبهم. بس ما عم بيكون فيها نقطه ارتكاز استاذ سيمو، هذا اللي بدي ناقشك فيه، يعني يمكن المشهد اللي عم توصفه هو حقيقي واقعي بطبيعه الحال وكل يوم عم نعيشه، بس اليوم حزب الله بيقول لك انه طالما الاسرائيلي ما قدر يعمل الاجتياح البري ويفوت على لبنان ويتمركز، مش بس يفوت ويرجع يظهر، عم نحكي عن تمركز الجيش الإسرائيلي بلبنان، بالتالي نحن عم نغير معادلات من خلال البر. منك مؤمن بهذا الشيء؟ يعني حزب الله بفهم أنا كيف بخاطب جمهوره وبجيش جمهوره، بس مين بقول مثلا هلا، ما هو السؤال انه في عنا، انا بفهم هيدا في ناس مجروحين، في رجال مجروحين كانوا قاعدين ببيوتهم، في نساء كانوا سيدات ببيتهم صاروا بغير محلات، هذا الموضوع قلت لك عنه قبل، ما يعتبروا انه شيء عملناه بوضع مثل ما هن عم بصوروه. بتنتهي الحرب بيقول لهم بيرجعوا لو كان الوضع بدناهم ببيوتهم. ما تقلينا غزل، عم بحكي انه هن عندهم ديناميه، عندهم قدرات، عندهم امكانيات ماديه، مش حتى ايران اذا بكره وقفوا الدفع عنا وصار في تطويق لايران، عندهم الخمس بمفهومهم الديني هذا يعطيهم ويساعدهم. نحن عم نحكي عن انه حاطين هن سقف، انه الشيخ نعيم قاسم انا كنت قلت انه اذا هو عم يقتدي بالخميني انه ويعتبره هو قائد الثوره، قائد الخميني قال انا وقتها شربت السم عندما انقذت بلادي من معركه مع العراق. نعيم قاسم اذا هو سيد قراره وهو حريص على ما يحصل وحريص على الشباب، انا بسال هو ابنه باي جبهه، اولاده باي جبهه؟ عم نحكي وقائع، هيش انقتل باولاد العالم كلهم، بقيتوا باولاد العالم يشرب السم ويقول بكفي، هذا قرار لبناني. بس هيدي بدها تنفهم انه انت عم بتسلم بلدك لاسرائيل، شو يعني يشرب السم؟ يطلع يقول اوقفنا اطلاق النار من ميله وحده مثلا؟ بس مش قادر يترجمها لانه ايران بدها تفاوض، هو امبارح قال فتفاوض الدولي، بس مش قادر يفصل حاله عن ايران، هذا عم اقوله انا. اوكي استاذ سيمو، رجعنا لك، سمعت رساله زميلنا؟ شو يعني شو مفترض انا بلش؟ لا انا بس لا شو مفترض، لا ما عم لك انا شو مفترض بلش يعني. طيب عم بيقولوا انه امبارح سمعت الشيخ نعيم قاسم والمرشد اليوم انه اسرائيل الى زوال، وقاعد يبرر انه مش ولا مره انه كانت المقاومه عندها قدرات بتوازي الدوله. صح يا اخي، طب ما انتم كنتوا تقولوا انه عندكم قدرات وانتم تمكنتوا من هذه الاسلحه لانه الدوله ضعيفه وانتم اقوى منها، لانه الدوله عزه وانتم رفعتوا شعارات كبيره، يعني مطلوب ترجمتها من عملية يعني انه كلام انحكى. طب البلد اللي راهن 20 سنة على اساس انه ما حدا يحكي، كل ما حدا تكلم يعني هو خاين، لانه نحن عنا عملية قتال مع اسرائيل، تبين بعدين انه راحوا على سوريا على اليمن قتلوا الدول الخليجية، شتموها سبوها، بس انعمل اتفاق السعودي الايراني ما عاد حدا حكي كلمة عن الدول، لانه كلهم بيمشوا على وتيرة ايران. الكلام هو كثير واضح، انا بدي نتيجة، انا الاولاد العالم عم بقاتلوا فيها، عم بتهجوا فيها، في ضيع ما بدي اقول لك قديش عم بسمع فيها شباب استشهدوا 70 و80 شاب. بس شو المطلوب؟ ما انت قلت المطلوب، أنا هذا المطلوب اليوم، المطلوب اول شيء هو تاخر، بس المطلوب اليوم
يعني تسليم انه بده يروح حزب الله على واقع يقدر هو يكون على خط الدوله اللبنانيه، يعني بما تمثل من هريان الدوله اللبنانيه، بس انه اليوم في يقول انا اي رح بعمل فوت بهذا التفاوض. ايران مش سامحه لإله يفاوض بعد، بعد عم بتقول بدها تقاتل، عم بقول يفصل حاله يوقف خلص. اليوم استعملتهم ايران، استعملت الشيعه اللبنانيين اللي هن بتعتبرهم بفلكه، قاتلت فيهم، دمرت البلد. لازم الانسان يوصل لوقت يفصل حاله. طيب وقف حزب الله اطلاق النار من جانب واحد، هلا خلينا نرسم هيدا السيناريو. طلع الشيخ نعيم قاسم وقال نعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد، اسرائيل ترتدع ولا مطرح ما بتوصل رح توصل؟ لا ما بيكون الكلام مش بهالعفوية انه بيطلع بقول، ما بيكون مهيئ له. نحن عم نحكي بمعادلات وبمفاوضات، يعني انه ما بتكون عمليه بهالسهوله يطلع يقول انه انا انتهيت هون. لا، حيكون في كلام انه غدا مثلا يهيئ لوقف اتفاق اطلاق النار. مش اول مره صارت بين لبنان وبين اسرائيل يتفق عليها، وحتى يتفقوا مين بيطلق الطلقه الاخيره. يعني هذا كلام بيصير دائما انه يهيئ له، بس هيدا على قاعده الفصل عن ايران. مش بعده مش ده اليوم بده يدير عمليات، مش الشيخ نعيم قاسم ولا قيادات حزبيه، في قيادات إيرانية هي تدير المناطق الجنوبية بالمعارك. طيب هيدا الحل أو أي حل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب بيتطلب أولا من الطرفين. قلت لي الإسرائيلي ما رح يقبل بقى بال 17-01، وحزب الله لن يبقى حزبا مسلحا عسكريا، جناحه العسكري سيزول والقرار اتخذ مثل ما حضرتك عم بتقول. نحن كلبنانيين عنا أراضي محتلة، في 13 نقطة متنازع عليها، عنا مزارع شبعة، هيدي حط اللي على جنب الأطماع الإسرائيلية الدائمة بالثروات اللبنانية. بس هول في نية، ليه عم تضحك؟ ما عجبتك، ما عجبتك حتى لا الأطماع. مش أنت، لا اللي بدي أقوله، لا 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 أوكي. في حل لاستعادة لبنان لأراضيه المحتلة، ولا منطلع من الحرب مجردين من كل شيء، بدلوا الاحتلال وممنوع تواجه هذا الاحتلال؟ بدك تقولي كمان ترجع إلى كلام، يعني بدي عفوا أنا عم أقول بدك تعتبر أنه عملية كمان غزة للرئيس بيري. أنا عم بتسم لأنه قديش القوى السياسية أو حزب الله استخف بالتعاطي الدولي معه. يعني وقت كان يجي وزير خارجيه فرنسا اجى 5 مرات، اجى 9 مرات موفد مباشر، وسفر من كل العالم، والرئيس بيري كان يقول لهم انه نقاط هوا مختلفين عليها مع ترتيبات مزارع شبعه. طلع وقتها كان عم يحكي بقوات دوليه بمزارع شبعه، اذا بتتذكر بكانون الاول والثاني من يعني هي السنه اللي قطعت، يعني كانون الثاني الماضي، الاول بالسنه الماضيه والثاني باول هذا السنه، بيطلع سيد حسن بيقول انه قوى الدوليه مين ياكل لها، مين بيقتنع فيها، كان لانه كانوا مقتنعين انه عم ينعمل انه تيجي قوى الدوليه بتقعد بمنطقه مزارع شبعه. صحيح. بكثافه وتعالج النقاط. صح. الحزب انه ما قبل واستخف بهالموضوع وقال نحن مستمرين بالمشاغله. انا اللي عم اقوله انه استخفوا، انه معتبرين انه جايين يترجون العالم، يعني المكابره وصلت لعنده الحزب. انا ما عم بضحك انه بدك حضرتك تحسبيني عم بعمل إلوج، لا، المكابره عند الحزب في انه 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 اسرائيل خيفانه منا. يا اخي اسرائيل عدوي، وبنضل نقول عدو، مش بخي الغرب، اوروبا، امريكا، لحتى ناس بالكونغرس بيقولوا نتنياهو مجرم، مش جديده اذا انا قلتها، يعني مش طالب لا براءة يعني زمان. اللي عم بتقوله صار الحزب اليوم بده اللي كان يرفضه من سنه، انه مثل السنوار انه بدنا نرجع قبل 97، هلا بدنا نرجع قبل 98. انتوا اخذتوا البلد على مهلك، اعطيتوا اسرائيل ذريعه، لانه اسرائيل ما كان رح يفوت، اسرائيل ما كان رح يفوت، قاعد على الحدود، وهو تنقول انه ما عنده مطامع، عنده مطامع، بس هو كان قاعد على الحدود، كان ممكن تيجي تجربة تنقول مثلا التفاهم العربي الواسع، عم بقول تطبيعي، ممكن يجي حل لبنان ياخذ حقوقه فيه. الاندفاع اللي عملتها ايران من خلال حزب الله فوتت اسرائيل، اسرائيل ما كان فايت، مش معناتها ما انه عدو، يعني انتوا دقيتوا فيه. انا فهمت عليك، يعني بدق باب جهنم بده يفتح له الشيطان. طيب بس هون في نقطة، انه التصريحات الاسرائيليه كانت بتقول انه هن كانوا عم بيحضروا حالهم، مش بس التصريحات، تفجيرات البيجرز واللاسلكي اللي تفخخوا من قبل، يعني هيدا مش مسار انه لشو عم بيفخخوا لهم اياهم، مش تحضيرا لحرب مقبله بالتوقيت الاسرائيلي. هن عارفين انه مهم، لانه كلام الحزب
كلام الحزب ما وقف يوما عن هالموضوع. وليش نتنياهو كبر معركة الشمال إسرائيل؟ لأنه كان السيد حسن يقول سندخل إلى الجليل وأم سبقوا السنوار فيها. ساعتها اعتبروا هن أنه كان ممكن هالعملية تتنفذ، لأنه لو تنفذت من جانب لبنان كانت عملت ضرر أكبر، لأنه قدرات حزب الله أوسع وطبيعي، يعني قدراته العسكرية البشرية أكبر. فإذن عندهم الفكرة أنه هدد بهذا الموضوع يعني، وبين لهم بس فاتوا على الجنوب أنه هن بيعتبروا أنه كانوا عم يتجهزوا. فإذن هن كانوا اثنيناتهم بحالة حرب، مش بدي يعني ما أقول أنه كانوا عم بهددوا بعضهم، شو كانوا عم يعملوا كل هالوقت؟ وكان يقول السيد حسن أنه هلأ ما حدا يحكي بالداخل عندنا معركة. طيب هذه المعركة انتوا فوتوا الاسرائيلي تيحتل لبنان مرتين، انتوا جبتوا الاسرائيلي، انتوا جبتوا الاسرائيلي يفوت مرتين على لبنان، ما كان فايت. هو نتنياهو ما بده، ما عنده عداوه، هو حقد على الفلسطينيين وعلى العرب وعلى اللبنانيين، بده على كل العالم، ولا حرب مش عقلية مش خلفيتها دينيه يهوديه من يمكن هودي كله موجودين. نتنياهو طلع وقال انه نحن يدنا ستصل إلى كل الأماكن التي يمكن أن تصل لها، ونتنياهو اللي طلع وحكى بشرق أوسط جديد، يعني هيدا مش دليل أنه كان هو رح يعمل هذه الحرب بزريعة ولا بغير زريعة. بنتناقش يمكن أنه هل كان يجب إعطائه هذه الذريعة ولا لا، بس أنه كانت الحرب واقعة حتما. الشرق الأوسط الجديد في عنده اثنين فيرسيون عم ينحكى فيها. في فيرسيون بتقول انه كان تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر ومن الضفة الى الاردن، وهيدا عم بيقولوا مش هيدا هو، لانه لو كان في رغبة بتهجير غزة كان عمل ما بينعمل يعني، وفتحوا مخرج باتجاه سيناء وظهروا اهل غزة موجوعين، يعني كانوا حيفلوا وما حدا حيوقفهم. مصر يعني اوقفت هيدا المخطط، مصر عملت ضغط قوي وهددت وانتشرت عسكر، بس كان بيقدر يعني مواطن بجرافة بكاميون بشيل الشريط وبيقطع، ما كان في تهجير. الشرق الاوسط مش معناتها نتنياهو حريص يعني عليهم، الشرق الاوسط عم يحكي عنه نتنياهو هو ايران بلا ازرع بلا تمددات، ترجع سوريا للطمأنة للحليف شرق أوسط أمريكي إسرائيلي من دون الأذرع الإيرانية. طبعاً بدون دور إسرائيلي، بدون دور إيراني. هيدا عم يحكي أنه اليوم أنه هن اعتبروا أنه عملك اليوم انضربت مسيرة من وين؟ من الفصائل. طب قبل منا انضرب صواريخ من إيران، يعني هن نتنياهو راسه وبيئته إن كان يعني عفوا كيهودي أو كرجل سياسي عندهم درجة عالية من الحذر والتشكيك بالآخرين، والآخرين كذلك، يعني هيدا حرب. طيب نحن بالصيغة اللي تحدثت عنها كتير كانت الشروط أو الآليات التطبيقية لل 17-01 يعني مش مقبولة. لبنان الرسمي وعلى لسان الرئيسين نجيب مئاتي ونبيه بري عم بيقولوا 17-01 فقط لا غير، لا أكثر ولا أقل. على شو ممكن نستند تنوصل فعلا لل 17-01؟ مش على الميدان اللي حضرتك رفضته قبل شوي. ننطر يعني الميدان، ما هو الميدان خلينا ننطر. انا يعني انا بشد على ايد الشباب اللي عم بيقاتلوا ضد اسرائيل، انا عم احكي بالواقع. انا بقدر البيئة، انا بمن بيئة كان فيها شباب ابدعوا من مقاومة مسيحية، كتائب وقوات واحرار وحرس أرز، بفهم معنى المقاومة وبقدرهم ودفعوا ثمن هذا الموضوع بفهمه، بس انا عم نحكي التضحية فيهم، التضحية فيهم، هذه النقطة اللي عم بحكيك فيها. انه امبارح عم يحكي الشيخ نعيم قاسم مثل قاعد يعني عم بهدوء، مش في ناس عم بتموت، انه اذا ماتوا يعني، وانه هودي شهداء. طب كيف يا اخي انه يعني عم يلعب بمصير العالم، وهو مش قادر ياخذ قرار، هو مش سيد نفسه بهالمعادله، هو يطبق اجنده ايرانيه. الوقت تذكري كلامي، حزب الله اذا وصلنا لمحل في اجراءات بالجنوب، إجي الدولة كاملة بالداخل وما في هذه المعادلة يعني جيش وشعب مقاومة وانضبضب السلاح بالداخل، حتشوفي بالمستقبل شو اسمه هيدا عفوا حتشوفي بالطائفة الشيعية تغيير، حتشوفي مستقلين ناس يعني وعيوا،
ما بقى يقبل. وهذا اللي عم بيقولوا اليوم هلا المسجوحين ما بين المكابره وعزه النفس والعنف وين، وما بدهم يبينوا انه هن يعني صار معهم، ما بتصير هيدي انه ما بدهم يسجدوا على حالهم، وبعضهم معتبرين انه هن رايحين على معركه مصيريه. بس انا عم بقول رح تشوفي هادي مراد، رح تشوفي علي خليفه، ورح تشوفي علي الامين، رح تشوفي النواب، سوري يعني بالبيئه شيء حكون في تعدديه. الحاله الفارسيه عند بالشيعه بلبنان ستتقلص لانه وعيوا عليها. طيب وفي منهم بيقولوا العكس تماما، انه ايا حتى لو تم القضاء على الجناح العسكري لحزب الله، انتخابات المقبله سيكتسح فيها الشارع الشيعي، لانه الناس الى جانبه وتمسكت فيه اكثر واكثر من بعد اللي صار. هلا هي وجهات هي بدها نظر. انتظار طبعا، بدها انتظار لانه اليوم كله يحكى، بس الامور مش هيك. الامور مش طيب. هيك. خلينا ارجع لترتيبات الجنوب. ينزع سلاح حزب الله يعني، ومين بيتولى الحمايه؟ امن الجنوب، امن الحدود؟ اجراءات دوليه قويه رح تكون، قوات دوليه بصلاحيات واسعه، بدوريات يعني تعديل مهام اليونيفيل؟ تطويرها وتعزيزها واعطاء صلاحيات اوسع. مشان هيك انا عم اقول لك ما يحصل اليوم بالجنوب انه عم يجوا يحكوا على الميدان. يمكن اسرائيل ما بدها تفوت، اسرائيل بدها هيدي المنطقه، هي مفكره تعمل بافل زون على نفسها ما عملت بفيلادلفيا، يعني مش مفكره تفوت هي. مشان هيك حرام يقعدوا يمثلوا على الناس ويقولوا على الميدان. يعني برأيك إسرائيل حققت الهدف اللي بدها اياه من الجنوب؟ يعني عم تحقق، ما بدها تفوت، مش معناتها اذا بدها تفوت يعني عندها مشوار، يعني مني انا هالقد يعني انه معتبر انه الطريق سهل قدامها. بس اسرائيل اليوم يعني انه لا مدخله قلبي ميكانيكيه، انه دبابات واليات عم ينطلب لها، اليات وعم بمثلها هذا عسكر. بس انا عم اقول الناس تفهم اللي عم نحكيه، انه هيجي يكبروا المعركه ويهوموه، يعني يوهمون انه عم يعملوا انه معركه مصير. هيدي معركه، هيدي حدود عند اسرائيلي. اسرائيلي وقت بده يفوت على غزه يعني اجتاحها ومساء 60,000 قتيل، قال ينجي لبنان وقال يرحمها وديك. فعم بقول لك اياها المعركه اليوم حرام اللي عم بيصير. طيب سؤال، عم نحكي عن هذه البافر زون، يتراجع حزب الله الى شمال الليطاني، ولا عم تحكي عن نزع سلاح كامل يعني من دون سلاح كامل لا بالشمال ولا بالجنوب؟ في خطه، في كلام انه حزب الله سيكون حزب سياسي. يعني كنت مره معك اخر مره كنت انا وياك، كنت ضيفك، كنت عم اقول كلمه انه الداخل اللبناني مش مطلوب انه استعمال الصواريخ، مطلوب انه يكون الدوله قويه. هلا هو الاسلحه يمكن الاسلحه ترجع تروح على ايران مثل ما صار بعد اتفاق الطائف، كيف خرجت اسلحه من لبنان كنت بحلب طريقه. كنت عم اقول وقتها انه موضوع الدوله اللبنانيه، تقوى الدوله اللبنانيه انه مش الحج وفي صفا يتعرف ان القاضي بتتذكره ويهدده. صح صح. وطلع الانفجار فيه بعد 3 ساعات، بمعنى لانه انا هذا المفهوم عم اقوله انه عدم السيطره على الدوله، انه الدوله تكون قائمه، يعني عدم ما حدا يهدد قاضي، ما حدا يهدد ضابط. بس انا بدي اسالك سؤال استاذ سيمو، رح اعتبر انه حدا من ابناء الجنوب عم بيوجه لك هيدا السؤال، انه انا كابن الجنوب عندي ارض وعندي بيت وعندي حياتي هونيك، انا كيف يعني شو الضمانه لإلي بالحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وسط هذا المشهد، أنه حزب الله من دون سلاح، قوات متعددة الجنسيات أو قوات دولية بصلاحيات جديدة؟ يعني بتعرف الحساسية بين الأولاد الجنوب وبين هذه القوات لما بدون يتحركوا بطريقة معينة، شو الضمانة لهم؟ خبرك خبرية تفضل. بس يمكن تطلع قاسي على أبناء الجنوب، هلأ عم بقدموا شهد، وعم أبناء الجنوب كانوا عارفين انه وقت تعمروا وبنيوا انه يوما ما بدها تفتح العلاقات الدوليه كده بالمنطقه، بس تقلك اكثر من هيك. في قيادات وجهات بتعيش الانسان بتاخده على الحرب والسلم، عشناها بالاحزاب، عشناها قبل الطائف، وعشناها بسبع ايار، يعني عشناها قبل الطائف كيف كل قوى الضبضبه تبع بعض فتت على الدوله، عشناها بسبع ايار. هوديك يقولوا عن الممانعه قتله، هوديك يقولوا عنهم انه انتم عملاء،
رجعنا شفنا اتفاق مع العرب كيف انتهت، بمعنى يعني في يعني تعاونات. اليوم المراحل والقيادات والظروف هي تجيش الناس، بس هول اذا اليوم شعب واحد هون عم نحكي عن دولتين، بس نحن عم نقول انه هن معهم حق، هو مجروحين تهجروا انقتلوا، بس ما كمان الواحد بده يعرف اليوم مين اوصلوا الى هون، انه اليوم ليش بالموضوع المالي مثلا في ناس مسؤولين بالبلد عن اللي صار، انه هودي يوازوا طبعا بالمسؤوليه ما اقدم عليه حزب الله بالجنوب. لا. يعني ما فينا نقول هذا مسؤول وهذا مش مسؤول، انه هذا مسؤول جوع العالم، هذا اللي كان عنده كذا مليون دولار حاططهم، او هذا اخذ تقاعده ونايم عليه انه بده يعيش من وراه عم يتبهدل، ومش هنحكي عن مصارف شو عم تعمل. في يعني فهذا من هذه الناحيه، فمثلا في ناس بالجنوب بيعرفوا وبس ننطر الوقت انه بعد يعني سيحاسب حزب الله، سيكون في مرحله جديده ومسافه من حزب الله. بس هذا ما بيجاوبني على السؤال، من سيحمي ابناء الجنوب؟ شو الضمان اليوم من انه تكرار الاعتداءات الاسرائيليه؟ مش سلاح حزب الله، لانه ما حميهم، ضربهم قتلهم، السلاح لكمان وصلهم، وصل لبنان. كان في اللي حامل، كان اللي حاميه هو الظرف، وانه كان في قرار دولي. عندما خرقوا حزب الله لل 17-01، اوكي، خرقوا لل 17-01 تحت شعار المشاغله، وقلت لك انه الاسرائيلي ما في يقبل بقى يقبل انه الحزب يضم على كتفه بعد ما صار 7 ايار بالاكثر من سبب، لانه الجانب الاسرائيلي اللي هرب واعتبروا انه ممكن هالعمليه تصير لانه حزب الله عنده امكانيات، صار بده ياخذ ضمانه اكثر، يحكوا مع لبنان، يعتبروا لبنان انه جايين يترجون، صحيح، بيبصون بايدهم يا اخي قادرين نحن ندمر نقاتل، انه المعركه الميدان. طب امبارح انه معركه الميدان على اساس، طب ما كان حزب الله بده يفوت على اسرائيل وبده يلغيها وبده ينهيها، طب صار اليوم عم نرجع نقول انه ترجع خارج الحدود الشيخ نعيم قاسم، طب سلاحهم ما عمل نتيجه، دمر البلد وقتل شبابهم وهجر عيالهم وخليهم بوضع مأساوي، وبعضهم عم بكبروا، وبفهم انا الناس، بفهمها للعالم، وانا بعرف كثير حزبيين بمناطقنا ما بيسجدوه على حالهم انه لو شو ما كان السبب انه هن مثلا خسروا او فشلوا، بس انا بعرف ناس، وما عم بعمل فتنه وما عم بحكي بموضوع الداخل، بعرف انه الناس موجوعه وسيكون عندها غير موقف بس ترجع الى منازلها، يعني بيشوفوا ماذا حل بها. يعني البيئه الشيعيه ستنتفض على حزب الله؟ انا قلت لك رح يكون في حاله جديده بحزب عند البيئه الشيعيه من انتخابات، يعني سميت لك هيك انه اسماء، انه تم تقولي انه بشكل عام من خارج هول من المعارضين، ليك انه حياخذوا محل يعني واصف الحركه فلان، عم لك هودي الناس رح يجوا يقولوا خي طب هودي وين؟ شو دم هودي شو عملوا معنا غلط؟ هودي حذروا حزب الله اللي ما ارتضى، وبس يشوفوا اكثر اذا انضربت ايران أو تم اتفاق مع إيران رح يقعوا أكثر ويكون وجعهم أكثر. بس هون رسمنا المشهد وكأنه رايحين مشهد سلام كبير في المنطقة، لبنان جزء من هذا السلام، صحح لي إذا أنا ما لقطت الفكرة اللي حضرتك عم تجرب توصلها، بس بعتقد هيها، لبنان جزء من هذا السلام، يعني عم نحكي ما بدي أقول اتفاقية 17 أيار جديدة بيننا وبين إسرائيل، بس أنه استقرار طويل المدى وصولا ربما الى اتفاقيه سلام مع اسرائيل. هالقد المنطقه يعني اللي بدها تروح عليه هو عمليه تشمل الاتفاقيه الجديده تشمل كل دول المنطقه. نعم. يعني المؤتمر ما رح تبقى فيه يعني هيك نقاط يعني متميزه. لبنان اوكي يمكن انه لانه في وجع وفي شهداء وفي تهجير، مش انه عم نحملها بين يوم ويوم، بس عم اقول اسرائيل سيكون طلبه اكبر. يعني اذا اسرائيل هلا فات وما انسحب، هلا هن بيقول لك الميدان، اذا فات وما انسحب الاسرائيل هلا اراد يبقى في يبقى وما بعرف ما في يبقى، هلا بدي تقليل الميدان المقاومه حق طبيعي بالسؤال، بس اذا تكبر المعركه وقال انا ما بوقف وما بخلي حدا يرجع الا ما تعملوا عمليه سلام، انا بدي ترتيبات جديده، كما انه دول كبيره عم تعمل عمليات انه انتم ما تزيدوا علينا لا اسلاميا ولا عربيا، هودي بالامارات وهون بقطر وبالبحرين عرب وبصلوا وبصوموا وما بعرف شو بيعملوا يعني بكل تقاليد الصلاه، وحاضنين الفلسطينيين
وعملوا اتفاق ابراهام ورايحين على مرحله جديده. انتم بنفهم وجعكم بس في تدرج بالعلاقه، انما انه يرجع يبقى السلاح متسابق ممنوع. في اشكاليه بمحل انه ايه اذا واحد كان ابن الضيعه شو بتعمل؟ مش معناتها انه ما هو ما رايحين نحن على نظام خطر كثير بالجنوب، نظام امني يعني رح تشوفي ما هن اصلا هن بشككوا يعني المقاومه تشكك بجماعه الامم المتحده انه كلهم عندهم مخبرين وعندهم معلومات عن الحزب، بس رح يكون في اجراءات صارمه يعني انه واحد ما بقى فيه يخلي ببيته اسلحه، صار عم بفكر يعني خلص منطقه منزوعه السلاح يعني بشكل طبعا مش انه في يقول بس خليني اقول الى انه بهذه الاثناء يصل مفتي الجمهوريه اللبنانيه الشيخ عبد اللطيف دريان الى سراي الحكومه للقاء رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب مئاتي. هلا بعد شوي بنشوف اذا بيكون في تصريح له ولا لا. دور الجيش هو دور محوري في هذه التركيبه، مشان هيك تطويع عناصر، ومشان هيك سمعنا هذا الكلام من الشيخ نعيم قاسم المتعلق بالجيش بالساعات الماضية، وهالانتقاد المبطن للجيش ودعوته أنه يطلع بيان حول اللي صار بالبترون. هلأ في نقطتين بهالموضوع، هن إلى مدة مبين فيه يعني في كلام بيعكس انه هيك عدم ارتياح من البيئه الشيعيه تجاه الجيش اللبناني، هذا واضح عم ببين. النقطة الثانية انه فيهم يروحوا هن اليوم في حكومة فيها وزراء يعني لكل الفئات، هن كمان بيقدروا يستدعوا قائد الجيش ويسألوا يقولوا له مثلا فيها النقطة او هالنقطة محل سؤال. لا وشرح لا عم بيحكي فيهم يبعثوا على لجنة الدفاع والأمن، يعني هذا الموضوع فيه كثير تسجيل نقاط. ما إذا يعني أولا هن عم بزتوا كل شيء بقى إنه ما لهم علاقة فيه، يعني مثلا بالمساعدات اللي كانوا قالوا إنه هن بلحظة بتكة بتنتشر المساعدات، كنا نسمع بعضهم يقول بلحظة بتلاقي إنه شو عم بيصير من مساعدات وإنه كله متوفر، تبين إنه هن يعني عايزين يأمنوا هذه النوع من المساعدات وعم بيطلبوا من الدولة، ولا يعني بعتقد بال2000 يعني عم بيطلبوا من الدولة إنه تساعدهم ومحملينها مسؤولية. وكمان اليوم هن عملوا عمليات ما سألوا الجيش اللبناني إذا في يعني يعمل، الجيش ما عنده هالقدرات. أمريكا بس الجيش يسقط له شهداء في هذه الحرب، مشان هيك البعض ونحن عم نطرح سؤال من دون أي خلفيات ومن دون لا تبني لوجهة نظر بوجه الأخرى، بس ضروري تنطرح هذه الفرضية، جيش لبناني يسقط له شهداء، ألا يطرح علامات استفهام حول دور الجيش في هذه الحرب؟ نحن كمواطنين لبنانيين ما بحق لنا نسأل كيف بيصير انزال بمنطقة البترون وبينسحب مواطن لبناني ما بعرف منه، ما بعرف شو خلفيته، ما بنعرف بعد يعني الظروف اللي صارت، بس ما بحق لنا نعرف. مش بال2004 يمكن أخذوا الديراني من بقاعه وكان في سوريين وحزب الله، مش من أول يعني موضوع لبنان منه مصاب بمعنى لا لا طبعا مش عم بحكي مسؤوليات على الجيش، بس بالقليلة انه نعرف شو عم بيصير. ما حدا بيعرف، لانه هيدا اذا الاسرائيلي بكره مدام ما طلع قاله لامهز حطه على الشاشة وقال خبر ويمكن يكون بده منه يحكي غير ما هو مطلوب، بس انه ما حدا بيعرف بعد شو الغاية. حزب الله ما وضح بعد، والقوى الامنيه من اذا حتى هذيك اليوم صار في هيك نقاش قوي بين الاجهزه الامنيه وصار في نوع من الخلاف على خلفيه التبادل المعلومات بهالموضوع. يعني محطوطه مش عم يعني انه مكتوبه على الكلمه مش بتقول عم بعمل لها دعايه انه حطت مش انه كلمه عم اقولها هلا لا صار في نقاش يعني انه بدنا المعلومات ما فينا نصرف بدون معطيات، يعني كل واحد في خلاف على هالموضوع. بس انا هو مين عم بحقق انا بشوفه طبيعي بموضوع الانزال فرع المعلومات المخابرات والمعلومات عم بس انه بالنتيجه موضوع انا اذا بدي اطلع كمواطن بقدرات اسرائيل وبما يحصل انه شط لبنان الطويل بتصير يعني هلا بعض بيقول اجوا على سويت الشط ما قطعوا عند الالمان، الناس بيقولوا قطعوا عند الالمان، ما حدا بيعرف يعني مع اسرائيل والمانيا كمان كله في تنسيق يعني، بس العمليه مش هون، العمليه انه هل انه هيدي هي النقطه الوحيده المسؤول عنها الجيش؟ طب انه بيطلع احد الوزراء الممنعين بيقول هذا موضوع يمس السياده، يمس السياده انه قتلوا العالم كله، ضربوا الضاحيه، كسروا العالم امبارح، قصفوا المطار، يعني يعني لو ما في ضمانات من جيبها بالمطار من انه بمعنى انه في كوارث بالبلد، بتقول هيدي عمليه بس انه تمس السياده، كله عمليه مزايدات
بالواقع البلد مفتوح. أوكي. بغض النظر انه طبعا هي مش وحده اللي تمس السياده، وكل شيء عم بيصير يمس بالسياده، كل ضربه اسرائيليه هي عفاكي. كل صح. تحليق صح. هي مس صح. بالسياده، بس انه هي بجوز كمان انه عمليه انزال بهذا الشكل بجوز تجوز، مش معناتها انه بس ليه عم بتبسطها استاذ سيمو؟ يعني انا بفهم هيك بتقديري انه اتفرغ الامن الموجود بالبيئه اللبنانيه، انه شايفها. وانا يعني اولا انه بتصير طبيعيه لانه عندك شاطئ 170 كيلومتر بعتقد، وانه اسرائيلي انه فنان وشاطر، ما عم نحكي هلا يعني عم نبالغ فيه. بس في عنا شاطئ في عليه يونيفيل وفي عليه جيش لبناني، هلا بيقولوا فيتو هودي على قطع الرادارات، وفي تشويش اصلا على الرادارات وكل هول. بعدك اف 35 35 بالقطع الرادار ما بالقطع، يعني تبعتي كيف؟ يعني في تطور، انا عم بحكي عن تطور موجود عندهم كدوله مدعومه عدائيه عندها كد المصاريف. ليش انا بدي اجي اصرف وقتي اقول انه هذا العمل يعني انه هو خرق امني؟ ما البلد كله مخروق امنيا، يعني مضروب امنيا كله سوا، انه بيروت عم تنضرب، قلب بيروت، البقاع شمال، التهجير عم بيصير. انه انا عبكرة انا في السؤال، هو السؤال اللي طرحوه هذا المحور او اللي بيدوره بفلكه، انه هل المطلوب بالمرحله الجديده اللي حضرتك عم تحكي عنها انه هيك تطلق يد اسرائيل بلبنان؟ يعني النموذج اللي شفناه من خلال هيدا الانزال يتعمم، اذا بدهم ينبشوا طياره بدهم ينبشوها، بدهم يعملوا رقابه على المرافق، بدهم يعملوا رقابه على مطار بيروت، اذا شاكين بحدا بيعملوا ضربه عليه، هيدا بشي مقبول؟ سؤال. ترسانة حزب الله وما عندها من أسلحة، كيف استعملت عندما اغتالوا أمين عام حزب الله؟ بس إنه بدهم يعملوا لأمهز الله يرده بالسلامة، أكثر ما عملوا لحسن نصر الله. نحكي كلام، مش حضرتك، نحكي كلام إنه فيه تحميل مسؤولية. السلاح بالدول تعمل تفاهمات، لبنان ضعيف قدام اسرائيل ولا يقدر على ردها، والمقاومه حطته بعين العاصفه ودمرته بطلب من ايران، لانه ايران تريد ان تعزز شروطها وتنتقم من الدول العربيه، وانه تحت شعار انه هي تقاتل التطبيع وتعرقل كل المسارات السلميه، حطت لبنان بعين العاصفه. استاذ سيمون امبارح عملوا مناورات، يعني من شي 10 ايام عملوا مناورات سويه مشتركه الايراني والسعودي وعلاقاتهم سمن على عسل. يعني طب انه السيد حسن ما كان يحكي وقيادات حزب الله يحكوا عن المملكه السعوديه وينتقدوا قياداتها؟ إيه بس عم تقول لي ايران حطت بس انعمل المدفع تتواجه السعوديه؟ ما عملوا اتفاق ادار، عملوا اتفاق برعايه صينيه، وقف الكلام. نحن كلبنانيين توتر الوضع الشيعي، نعم. اوكي، بالمنطقه السني توترنا نحن معه، اتفقوا هن نحن الوضع، بس بقي الحزب. يعني بتلاحظي التعميم الحركة السعودية للسفير البخاري، علاقاته مع انه حتى بكل اتجاهات، بمعنى ليه موضوع انه هن ما بدهم توتر مذهبي، انما ايران استعملت حزب الله اللي هو معتبر انه هودي الشيعة دافع حقهم، هيك بهذا الكلام، هودي الشيعة نحن مطعمينهم ومعلمينهم من قاتل فيهم، ما حدا بيقول لنا وينكم، معتبرينهم ملكهم مستملكينهم. هيدا اللي صار، مشان هيك عمل لك ايه في حكيها هلا. انا كمان حكيها هذيك اليوم حدا انه العلاقه الايرانيه السعوديه ستكون جيده. نعم، نحن عم ندفع ثمن حسابات ايران. طيب بدي ارجع معك الى لبنان. هل كلام الشيخ نعيم قاسم عن الجيش هو قطع للطريق لرئاسه الجمهوريه فيما يتعلق بقائد الجيش؟ وقبل ما نوصل للرئاسه، نحن في استحقاق قبل، يبدو انه قبل الرئاسه قصه قياده الجيش، شو رح يصير بهذا الموضوع؟ بيتكرر السيناريو اللي صار سنة الماضي بالتمديد لقائد الجيش، يعني حركة أمل بتحضر حزب الله يقاطع، بس هيدا الشيء ما بيأثر على النصاب وبيقطع التمديد بالمجلس. خلينا نقول إنه التمديد لقائد الجيش مش معناتها طريق نحو رئاسة الجمهورية، لأنه الاعتراض يعني الشيعي بده معالجة، وهلا بكي انه مرتبط بالحل بالازمة. تما اكون انا عم اقول يعني انه انا مش اذا قلت عن شخص بيجي رئيس يعني بيجي رئيس، تنكون واضحين تنصل عن بعضها.
التمديد سيتم سيحصل لأنه في إجراءات ضرورية بدها قائد جيش. تعيين لن يتم تعيين في غياب يعني عدم انتخاب رئيس، وسيكون في محط اعتراض. حاولوا يعملوا انه باب انه ربما وزير الدفاع يعني بثبت رئيس الاركان من ضمن اجراء جديد. نعم. ما بيمشي الحال. ما مشيت. وتكون واضح معك اكثر، رح اقولها عندكم هون، انه اليوم كمان انه الرئيس نبيه بري رغم علاقته مع الاستاذ جبران باسيل ما عنده اول شيء ما بده يعمل مشكل مع المسيحيين ما تصير في رد الفعل اذا في تعيين قائد جيش، ولا بيجي على باله بحكيك معلومات انه انا بهذا الظرف انه يجي قائد جيش يعني جبران باسيل له الحصه فيه. عم يحكيك كمان بالتوازنات، مشان هيك بيبقى على موضوع انه العماد جوزيفون انه هو بيعرف الارض، هي اول نقطه. بس هو اول من هاجم العماد جوزيفون. هي جماعة ملك يعني الرئيس بري ما هو هو اللي طلع وقال انه انا ما بعرف اذا كتله التنميه يعني رئيس كنت يعني رئيس حركه امل ما بيعرف اذا نواب حركه امل رح يمددوا لقائد الجيش. هيدا منسوب الديمقراطيه عند الاحزاب يعني عند نبيه بري عند حزب الله عند الاشتراكي عند القوات وعند التيار انه بيقولوا شوف المكتب السياسي او الهيئه التنفيذيه. لا بس فهمت اشارتها واضحه. لا 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 ما هو كمان انتبه الرئيس بري في كلمة أنا بدي أشوف أنه هو عم بحاول يفاوض على الموضوع أنه أنا شو بدي أخذ عليه يعني بمعنى أنه أنا بدي ضمانات أنه أنا اليوم نحن بوضع أنه في كتير خلافات في كتير إجراءات بالجنوب بده يفاوض عليه. إيه عمل فصل أنه حركة أمل أنه عندها هامش هي تقرر وهو ينفذ أنه هذا نوع من المناورة. بس اليوم بهذا الظرف بهذا التاريخ العلاقة بين الثنائي الشيعي وقائد الجيش منا سليمة. في نقزة، هذا عم نحكي في نقزة. التمديد سيحصل من أداء اليوم أو في نقزة مما قد تحمله المرحلة المقبلة. يعني في نقزة من قصة أنه يعني ليش ما في بيانات على قصة استشهاد العناصر، ليش ربما معتبرين أنه قائد الجيش لازم يكون مواكب أكثر يعني الحركة من بيانات من اعتداءات أنه لازم يكون الجيش يعني له دور. في نظرة تانية بتقول أنه الجيش بال 2006 يعني مثلا أنا بتذكر الله يرحمه رائد وكيم لأنه من حد ضربت سكنة استشهد فيها يمكن 14 عسكري واثنين ضباط أحدهم هيدا. إذا بنتذكر وقتها لأنه الجيش اللبناني دخل على الخط نقصفت سكنات ومراكز. إنه الجيش اللبناني مش قادر يفوت على هاللعبة. هلا في كلام ثالث بنقدر بقول إنه الجيش اللبناني ما لازم يكون عنده هذا الدور هلا يعني من الصدام تعيد يلعب دوره بتطبيق الامن بالجنوب انه هلا ما نفوتوا بهذه المعركه. وفي اعتراض انه الجيش يبين انه بحاله انه محور تيقدر يكون بكره يعني بمعنى انه بس هو مش محور هي ارض لبنان. بحكيك كلام ايه. من حكى لا لا بس انا عم نحكي نعم بنحكى انه ما بدنا انه خليه يبقى الجيش لا برا هيدا مش قابلين فيه اشياء. هيدا كلام أمريكي إنه فليبقى الجيش إنه يعني لكن صار في اجتماع عند أحد السياسيين وكان في نواب ما رح سميهم وكان قائد الجيش نحكى عن الموضوع عن دور الجيش وبرد أو ما برد. تاني يوم سفيرة أمريكية بتعمل اتصالات إنه مزبوط بالاجتماع حكيته إنه لازم الجيش يرد. طب كيف عم خبرك شوف يعني عم خبر وين لأنه الأربعة القاعدين كانوا أمنين ما حدا يعني رفع تقرير للسفيرة وكان في صاحب البيت يعني. فإذا هذا الموضوع له علاقة بإجراءات وقرار. هل بس الجيش هلأ عم توصلني لمطرح أنه السفيرة الأمريكية أو أمريكا تمنع الجيش من الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. دخلك مين مشى مين يعني. مشى الترسيم البحري مين مشى الترسيم البحري؟ الأمريكان بدهم غاز لأوروبا في معركة بأوكرانيا مشي أنه مش جديدة ما عم نحكي شيء غريب يعني ليش بدنا يعني بي هي مش شيء غريب بس شيء شوي هيك يعني مستفز كمان مستفز اذا بدي انا وياك نقول انه نحن عم نلبس عبادة انا معي مش انا معي منطلق بس انا بتطلع تقول لك ايش عم بخدها هيك لانه بنسمع اكثر من حضرتك بتسمعي بنسمع كثير يعني
صار الكلام كلاسيكي. ما من اول الحلقه عم تحكي عن الاحتلال، عن الدور الايراني وكيف ايران هي عم بتقاتل من خلالنا وهيك، انه هيدي هي ما انه هيدا استفزك موضوع هون ما بيستفزك. لا بدك تعرف بيستفز، ما عم بيضحكوا في ناس عم تستشهد وتموت. لا لا مش لأنه مش بالعكس الأمريكان مش عم بيضحك. لك انا بك يعني بعد في بعد شهر ونص بكشف عن شغله بحكيك اياها، بس انا انه خاص، بس انا انه بفصل بين الاستراتيجيه الامريكيه والسياسه الامريكيه. الاستراتيجية الأمريكية إنه الأمريكان بيدعموا الجيش اللبناني، بيدعموا المؤسسات، بدهم الـ USAID عندهم تساعد العالم على قاعدة إنه بدنا نضم نساعد العالم. بالسياسة بيقطعوا بمد وجزر مع السلطة، أيام الرئيس لحود، أيام آخرين. صحيح. بيصير في أيام ما إجا حسان دياب، بس إن في الجيش اللبناني بيعتبروه إنه لازم يبقى قائم لهالأساس. مشان هيك هن ما عم بقول لك ما عم بربطها بجوزيف عون، يعني جوزيف عون ما له علاقه بمعنى انه مؤسسه العسكريه. لا لا مش عم بربطها برئيس الجمهوريه. واضح يعني واضح. انا عم بقول انه هن هيك بدهم، هن هيك بدهم انه الجيش ما يفوت فيها. طيب السفيره الامريكيه كمان هي اللي طالبت تمديد لقائد الجيش. طبعا انه كان بيحكوا عننا. نعم. وهيدا اللي مستفزين فيها، مستفز فيها البيئه الشيعيه. ولكن برايك التمديد سيتم نفس المعادلة اللي حكمته العام الماضي؟ يعني بدك يعني ما حلو أقول أنا إنه مش لأنه مش لحضرتك عم أقول إنه بكرة بنكتب كتير وبنصرف حبر، التمديد قائم لأنه هذا قرار كلاسيكي عادي وما له علاقة بالرئاسة. يعني. ليش هل بدي أسألك إياه، ليش ما عم تعتبره إنه هذا يمهد لموضوع رئاسة الجمهورية لقائد الجيش؟ ليش عم تفصل بيناتهم؟ لأنه موضوع أنا ما فينا أعرفه هلا، يعني فيه شقين. في شيء له علاقة هون بدك تنتقدين، تقولي لي قلت إيران ودور إيران، إيران عندها أسهم بهذا الموضوع لأنه كمان النص الشيعة يعني فريق الشيعة اللي هو حزب الله عنده دور، بده ضمانات، بده يعرف إنه لو تقشط السلاح كيف سيتم التعاطي معه، وكذلك نبيه بري عنده دور. نعم. يعني في هذا النوع من التأثير، يعني مشان هيك في طائفة ما بتدك إياها، يعني المسيحيين اليوم بالبلد كانوا برات المعادلة، وكان السوري موجود هون ومحتل، وقياداتهم بعد يعني خارج المعادلة، يعني بالأمن بالمعتقل بفرنسا، وكانوا بضايع. اليوم إنه إذا إجا رئيس الجمهورية الشيعة مش راضيين فيه، في مشكلة بالبلد. يعني رايحين إلى نموذج بيشبه شوي رئيس مجلس الوزراء العراقي، يعني توافق امريكي ايراني على رئيس مجلس الوزراء العراقي جاب محمد شياع السوداني. من يعني انا ما عندي رؤيه رئاسيه بالحقيقه. يعني ما فينا نقول انه اذا مثلا انا شايف فلان او فلان، لا ما يعني معروفين الاسماء، ما يعني مبكر اساسا حتى صار في منه ما ايش بده يعمل الرئيس. يعني في اشخاص بقول بدنا نعمل الرئيس بهذا الوضع. مثل مين؟ انه الاشخاص اللي فرخ يتحدد اسماء الاثنين ثلاثة الاساسيات يعني. طيب تاختم معك لانه خلص وقتنا، في هذه المرحله الانتقاليه، خلينا نسميها مرحله انتقاليه بين الحرب وبين الوصول الى مشهد السلام بالمنطقه، الضمانات اللي حكمت والخطوط الحمر اللي حكمت انه مثلا ما يندق بالمطار بالمنشآت تبقى قائمه ولا يعني بيصبح في حل منها بنيامين نتنياهو؟ انا بعرف اليوم بنته لصديق اللي قال لي سافرت بكي رايحه على دبي، نزلوا لتحت بيلتقوا بخبرني بيلتقوا برئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد الحوط. نعم. من قبل من موجود من تحت كن الليل كان وعلى بكره تيطمن العالم، وبقولوا انه توصلت لمحل انه حتى بيروح وبيجي بيسافر معهم احيانا تيطمن الطيارين انه مش وحدكم انتم بخطر. يقال توصلت لمحل، يقال انه المطار يعني في ضمانه انه هذا هو الشريان الوحيد. وهذا ليش الا باقي؟ لانه الامريكي بعد ما اخذ يعني قال له للحزب، قال له انه انت، وقال له اياها نبيه بري، وقال له اياها رئيس مئاتي، بلغوه اياها انه اخدين قرار الخارج انه اذا صار في معركه وكبرت ستضرب البيئه الشيعيه والمؤسسات اللي يعني ليوجعوا الشيعه بس، يعني بدهم يقولوا للعالم انه ليك يا سني، ليك يا شيعي، ليك السني كيف عايش برخاء مثلا، ليك الدزي كيف هو مرتاح، ليك المسيحي انت تهجرت وانقتلت لانه اخذك حزب الله على هذه المعركه لانه تبقى بالذاكره تجربه لا تعاد. هذا اللي عم بيصير، وعندهم قناعه على الامريكان انه بهذه الطريقه
نبقى على حد أدنى من مقومات الدولة، أنه إذا إجت الدولة بتبلش في قوى أمن، في شوية قضاء، في أجهزة أمنية، يعني تأسيس للمرحلة أنه من الترميم، يعني ترميم ما انهار من الدولة. مشان هيك عدم ضربه المطار ما بده أكثر من أزيفة هلأ أني تنضرب. إذا انضربت أزيفة هلأ أني بعيدة عن بقلب المطار، بس على شي مدرج على الترابيط حد منه عم نحكي هيك. طب بيوقف المطار يمكن ساعة ساعتين، بس مع مين بده ينحكى؟ مع الشيخ نعيم قاسم؟ ما هذا القرار بيكون إيراني، طالبينه الإيرانيين من الميدان، من العسكر حزب الله اللي هن بيخضعوا لأنهم يضربوا الضربة. فإذا هذا الموضوع كله له بتوازن المعركة. ليش اليوم لليوم بعده كريش محيد؟ إيران ما بدها تضربه، بعد عم تقول لأمريكا عن البيهافير تبع منيح. ويمكن لأنه بعده حزب الله مثل ما هن بيقولوا حريص على بعض هذه المنشآت بلبنان اللي لم تقصف. حريص أنه بعد اللي أصابه من نكبات شخصية، شو الحكاية هذا؟ إيران تدوزن أنا قايلها وكاتبها قبل، تدوزن المعركة مثل عم بدق بيانو عم تشغله لعناصر حزب الله. حرام ما يحصل. حلفت بالأول، أنا غلطت يمكن ما بيسوى أحلف، بس أقول أنه الشباب عم يدفعوا ثمن، بس أنه عم قلك هي تستعملهم وتستعمل على مدى الإقليم. نعم، بضل انه نشكرك على حضورك معنا ناشر موقع الكلمه اونلاين. اهلا وسهلا فيك استاذ سيمو ابو فاضل. يعني تحيه لي او للجميع. اهلا وسهلا فيك.